هنا عند الدقيقة 93 دودا البولندي إلى دخل المنطقة. يا عيني يا عيني يا عيني، أهداف اللحظات الأخيرة، ما أحلاها يا دييغو يا كوبولا، حطها بالرأس، حطها في الجول، فرحة ولا أحلى، جنون في مباراة لا أسميها معركة تجنب الهبوط. فيرونا عند الدقيقة 93 ينفجر بهدف ولا أحلى من دييغو كوبولا، استفاد من هذه الكرة الفرحة وما أحلاها هنا في مدينة روميو وجولييت. ولكن اليوم الأنظار نحو كرة القدم، نحو رأس دييغو كوبولا، هنا العرضية نعم وهنا الرأسية، ترجمها حطها في الجول، هدف اللحظات الأخيرة. هذه المباراة تستحق هدف، هذه المباراة تستحق حتما أن يكون هناك فائز. الشوط الثاني كان فيه الكثير من الفرص، ضيع أودينيزي كثيرا، كان بإمكانه أن يكون متقدم يا تشوفي. أفهم الحسرة أودينيزي.